أهلا بيكم في اختار كارت. كارما الشريك الظالم، كارما الحبيب الظالم، أو كارما الزوج الظالم، كلهم هيدخلوا في نفس القراءة على حسب الطاقة. المجموعة الأولى حسب أول حرف من اسم الشريك، الأحرف قدامكم أهي، ف نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار المسبحة البيضة دي هنحطها هنا في رأس القطة ده. مجموعة ثانية، ح خ ي و غ ر ض ب ت ث ق ض ط ش، أو اختيار شمعة الفرح دي، إن شاء الله تنور في حياتكم بالفرحة وتحقيق الأمنيات بتاعكم. اختاروا يا إما الشمعة مجموعة ثانية، أو المسبحة مجموعة أولى، أو أول حرف من اسم الشريك من الأحرف دي. تمام؟ تمام. يلا نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. اللي اختاروا المسبحة أو أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. أول حاجة هنشوفها هي طاقة الشريك الظالم. يلا نبدأ على بركة الله. لا، في طاقته يعني حاجات كتيرة، حتى في طاقته طلعت الكارما، يعني من غير ما نسحب كروت أخرى الحبيب ده بدأت حياته يعني في الكركبة وفي المشاكل وفي الحاجات اللي يعني هتأثر عليه في الكارما. أرجو إن الكروت كلها واضحة قدامكم. طاقة الشريك هنا في الماضي كان إنسان ما عندوش مبادئ، يعني إنسان ده ما كانش عنده ضمير، ما عندوش قلب، شايف نفسه هو المتسلط، هو المتعجرف، هو اللي يؤمر وينهي، عاوز إلا أفكاره، بيعمل اللي هو عاوزه، ما يغيرش في أي حاجة. متمسك غالبا الشريك ده أو الحبيب ده متمسك يا إما بعادات وتقاليد، يعني متمسك بيها جدا ومقتنع بيها أساسا، إن هو الأمر الناهي وإن اللي بيعمله ما بيغضبش ربنا، هو كده. لأن الشريك ده غالبا دخل في علاقات متعددة وظلمه مش إلا معكم أنتم، ظلمه لكل المحيطين به، لكل امرأة تدخل في حياته، أو عاوز يعني أي حبيبة أي زوجة تكون في حياته تكون تحت أمره تحت طاعته هو. مفيش رغبة عندك، مفيش كلام منك، مفيش حوارات تقوليها، ما عندكيش يعني أي كلمة في العلاقة اللي أنتم فيها دلوقتي أو اللي كنتم فيها، لأن القراءة دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع. البعض منكم أنتم أصلا منفصلين مع الشريك ده أو مع الزوج ده، أو لسه عايشين معاه ولسه بتعانوا الويلات وصراعات معاه، لأنه في طاقته الحالية الشخص ده ضاير حواليه، وهو في بعد ما بينكم، ما بينكم وما بينه في بعد، في تخلي عن مسؤوليات، وفي حاجات كتيرة الشخص ده نهبها منكم، سلب منكم فرحة قلب، سلب منكم سنين من عمركم، سلب منكم عيالكم اللي هم متطلقين أو متجوزين وسابك وأخد العيال وحرمك من عيالك. لكن حوالين الشخص ده أو حوالين الشريك ده أو الحبيب ده ناس وحشة زيه، وعارف إنها ناس وحشة، لأنه هو لما يشوف تصرف الناس معاه ما بيقبلهوش، ما بيحبش تصرف الناس معاه.
وخاصة اللي من جنسه. يعني إذا كان إذا كنت ست بتتفرج على هذا الفيديو، الحبيب ده أو الشريك ده أو الزوج ده، الرجال اللي حواليه هو ما بيستحملش طريقة تعامله مع تعاملهم معاه، رغم إنها نفس الطريقة اللي بيتعامل بيها معاكم، فهو يحل لنفسه ما يرفضه لغيره. وإذا كنت أنت راجل بتتفرج على هذا الفيديو، الست دي ما بتحبش إنه الستات بيعاملوها بطريقة أقل من قيمتها، لأنه الشريك ده شايف نفسه هو الكل في الكل، هو الأمر الآمر وهو الناهي. لكن رغم الانسحاب بتاعكم أو انسحابه هو، على حسب يعني خدوها على سكة حياتكم، لأنه في ناس أنتم اللي انسحبتم من العلاقة، وفي ناس هو اللي انسحب من العلاقة، تمام؟ رغم اللي عملوا فيكم والانسحاب والمرمطة اللي مرمطكم فيها، شايف إنكم أنتم ربنا مديلكم قوة في التحمل، قوة في إنه إيمانكم في ربنا أعظم من اللي بيحصل لكم وباللي يحصل لكم، وما عندكمش يعني أي مشكلة أثرت على حياتكم أو على نفسيتكم أو على شكلكم أو على شغلكم أو أي حاجة. بالعكس، طاقة الشخص ده حاليا بيمر بأزمات صعبة جدا، هو عايش في وحدة وفي ظلام. بصوا هنا، تارك الحب ده كله وبيمشي في ضوء القمر ورايح للناحية المظلمة. الشخص ده عازل نفسه عزلة يعلم بها إلا ربنا، وغالبا بيتخبى أو يخفي عنكم أي معلومة عن الكارما اللي بتحصل له أو بدأت تحصل له بسببكم. دي طاقته، وسبحان الله القراءة جت في طاقته كلها، لأن الشخص ده بدأت عنده الكارما، وهو دلوقتي بيمر بأزمات وبمواقف مظلمة ومؤذية. الشخص ده أو الحبيب ده أو الشريك ده، لما نشوف في طاقته إنه عنده تعجب، ومش صدمة لكن بيتعجب، بيسأل نفسه منين جبتوا القوة دي على إنه رغم كل اللي عملوا فيكم أنتوا لسه واقفين، لأنه أنتوا موجوعين. البعض منكم حتى حاسين إن الحبيب ده أو الشريك ده عمل لكم عمل روحاني مش كويس عشان ينتقم منكم أو يعني يسيبكم تحت طاعته، لأنه هو كل اللي عمله فيكم وكل المحاولات عشان يصغر من قيمتكم ما قدرش يوصل لنفس المستوى، لأن الشخص ده عنده عدم الثقة في النفس، بحس دايما نفسه انه اقل من اللي قدامه، وخاصه قدامكم انتم. انتم متفوقين عنه دينيا، تربويا، في الاصل، في كل حاجه. ده حتى جمالكم جمال رباني وجمال طبيعي، لا تتصنعون. حتى وما عندكيش هيبه، حتى وما عندكيش فلوس، حتى وما دخلتيش للجامعات، حتى ولو انت من مكان فقير او من عيله فقيره، لكن ربنا ادالك هيبه ربانيه من عنده، محبوبه من عند الناس. لكن حب الناس ليكي لا يؤثر فيك، لانك انت اللي بتدي الطاقه الايجابيه للناس، مش هما اللي بيدولك. انت زعيمه حياتك، وانت مش الانسانه اللي تقسي او تجرحي او يعني تنتقمي، لا، انت ثقتك في ربنا اقوى من الانتقام، لانك عارفه انه انتقام ربنا في الشخص ده اللي ظلمك او الحبيب ده اللي ظلمك او الشريك ده اللي ظلمك اقوى من انها تكون انتقام بيد انسان، لان ربنا انت عارفه ان ربنا مهما كانت ديانتك يعرف نقطه الضعف بتاع الانسان الظالم ويعني يصيبه من الناحيه دي. فثقتك في نفسك مزعزعة ثقة الشريك ده أو الحبيب في نفسه، لأنه هو أصلا
ما عندوش ثقة في نفسه، ما عندوش ثقة، وهو دلوقتي بيعمل جاهدا على انه يفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل والاسباب اللي وصل ليها، ليه كل المشاكل دي زي ما قلت لكم في طاقته طلعت الكارما مترتبة. هو عاوز يفهم ليه بيحصل كده، أذاكم بيلقاكم أحسن منه رغم الأذية، ظلمكم فيه البعض منكم هنا رغم الظلم ده، أنتم متجوزين وعندكم عيال وكل حاجة لكن قاعدين صامدين، نجاحات في حياتكم، ربما البعض منكم ارتبطتم أو داخلين في علاقة جديدة، أو هو وصلت له معلومة إنكم إنه بعد ما سابكم دخلتم في علاقة جديدة وسبتوه، رفضتوا الرجوع، رفضتوا تفكروا فيه، ما جريتوش وراه، عملتوا عزة نفس لنفسكم واديتوا قيمة لنفسكم، فهو في تخبط كبير جدا في الطاقة الحالية. إزاي يعرف إيه اللي بيحصل؟ مش فاهم نفسه، مش فاهم بيحصل إيه، مش فاهم جبت القوة دي منين، لأن هنا في كارما بدأت عند الشخص ده، اللي هي أولا إن في ناس محيطة بيه، أقول لكم أهله، أقول لكم أصدقاء، أقول لكم زملاء شغل، علاقات عاطفية، أنتم أدرى بسكة حياتكم وتعرفوا الشخص ده، أثروا عليه بالسلبي في تصرفاته سواء معاكم أو معاش في شغله أو في حياته، يعني دايما لازقين جنبه ويسيروه، بما انه هو ما عندوش ثقة في نفسه، ثقته في نفسه ضئيلة جدا وصغيرة جدا، بيأثروا بكلامهم عليه ويروحوا ينفخوا فيه بالشكر وبالمدح وكل حاجة، فهو يفتكر نفسه حاجة هيعمل حاجة كويسة فروح يعمل الكلام اللي هم بيقولوه، حتى وهو يعني عارف ان الكلام اللي بيقولوا له عليه انه بيعمله حاجة مش كويسة بالنسبة له، لما يسمع للناس والناس يتصفق له يفرح. فكلام الناس هنا حتى هو عارف انه سلبي بالنسبة له، هو دلوقتي لما بيدور على ايه سبب اللخبطة اللي في حياته دي حصلت دلوقتي، كل حاجة بدأت تتكسر في حياته بيحاول يصلحها، كل مرة يصلح حاجة تتكسر تاني، مش فاهم. الناس دول كلهم اللي نصحوه واللي كانوا يكيدون لكم بمكائد أو اللي أجبروه إنه يسيبكم، سواء عادات وتقاليد، سواء أهل، سواء أصدقاء، زملاء عمل، اللي كانوا مقصرين عليه بيتكلموا في ودنه اعمل واعمل واعمل في الخفاء، هيحصل مشاكل ما بينه وما بينهم، هيوصل للفكرة إنه كان مقيد بكلام فاضي، مقيد بناس ما جابتلوش في حياته إلا الأذية، إن الشخص ده اتأذى جدا من الكارما، يعني الكارما دي شدتها من أولها ادتله على دماغه، ادتله على دماغه بطريقة إنه هو دلوقتي ربما زي ما قلت لكم سابكم أو طلقتم أو أي حاجة زي كده، بدأ يفكر فيكم إنكم أنتم الونيس أو الونس ليه، عاوز يرجع بكل جراح اللي هو فيها دلوقتي النفسية والمشاكل اللي هو فيها، عشان بصوا يستظرفكم ويلقى الحنية وتواسوه على الأضرار اللي هو فيها. أول الأضرار خناقة، مشاكل أسرية، مشاكل عقائدية، مشاكل في الشغل، مشاكل خاصة قلت لكم مع الناس دول اللي أثروا في كلامهم معاه اللي أدى للانفصال بتاعكم. لقى نفسه إنه اتحرم من عياله لو كنتم متجوزين، اتحرم منكم لأنكم أنتم أقوى منه، مكانكم في حياته هو مكان مزدوج بطاقة روحانية وبطاقة العزة والكرامة، فهو محتاج القيم دي اللي عندكم ووجودكم في حياته عشان يقدر يخفف على نفسه اللي عمله في نفسه بإيده. الشخص ده غالبا في الخناقة اللي هتحصل ما بينه مع أحد الأطراف اللي
هيكون فيه ما بينه وما بينه مشاكل توصل للضرب المبرح مبرح، ويا إما هيحصل له مشاكل في المحكمة تؤدي به إلى السجن، ديون بتخص فلوس، أو بسبب المشاجرة دي هيدخل السجن والمحضر، ويعني مرمطة كبيرة جدا. وفي وسط السجن ده اللي هيدخله، هو أصلا ده يعني دلوقتي في السجن، سجن نفساني، لأنه ساب كل الكوبايات الحب دي ورايح للناحية المعتمة الضلمة الدارك دي السودة برجليه، اختار الحاجات الوحشة، وهو دلوقتي استوعب الكلام ده. بغض النظر عن السجن النفساني اللي هو بيعيش فيه، هيدخل السجن بسبب مشاكل هتحصل ما بينه وما بين أعز يعني ناس مقربة ليه. غالبا الشخص ده حاسس انه اللي هيفك قيود المشاكل اللي هو فيها هو انتم، لانكم انتم دلوقتي هو بالنسبة له علاقة قدرية من عند ربنا، كان المفروض ما يكسرش القيود بتاع العلاقة دي. لأن الإنسان ده زي ما نشوف إحنا ده الملاك، إحنا بنشوف كده هنا شيطان، لكن الشيطان ما عندوش جناحين بيضاء. فالشخص ده تقمص عليكم في أوائل العلاقة أو السنين الأولى بتاع العلاقة شخصية العاشق الولهان والمحب والشريك والحبيب ومش عارفة إيه ونانانين ونانانا، لكن كانت نيته سودة. بصوا النار هنا في إيده من وراكم، نيته سودة ليه؟ لأنه متأثر بناس بتكلموا بعادات وتقاليد إنه هو الناهي والآمر، إنكم أنتم كل الناس تحت رجليه وتحت أمره، اللي بيغلط يديله على دماغه، ودي كانت غلطته الكبيرة اللي عملها. سجن بخصوص خصام أو مشاجرة أو شجار هيحصل ما بينه وما بين المحيط، واحد من المحيطين بيه هنا. وغالبا البعض منكم أو كارت دوورد سقط، أعتقد كل الأبراج موجودة، حاجتين هيتسجن فيهم الشخص ده بسببهم. الحاجة الأولى الشجار ده اللي قلنا عليه، الحاجة التانية هيمسك متلبس من طرف أحد المقربين لطرف ثالث أو طرف رابع، على حسب أنتم سكة حياتكم، عايشين علاقة ثلاثية، عايشين في علاقة مع شريك متجوز، أو أنت متجوزة مع حد متجوز عليكي، لكن هيمسك متلبس بخيانة مع طرف ثالث أو طرف رابع، وده اللي هيوديه لدخول إلى السجن. حاجتين مع بعض، في ناس هيدخل بسبب شجار مع أحد المقربين ليه، وفي ناس الشخص ده سيمسك متلبس بخيانة يعني ضد العادات والتقاليد، ممارسات يعني ربما هيمسكه وهو في بيت مع عشيقته ويدخل عليها أبوه أو أخوه أو ابن عمها أو خالها، أو البنت الست دي مثلا هو في علاقة محرمة معاها ويطبوا عليه أهلها، فتصير خناقة كده وتوصل يعني يوصل لموقف الدخول إلى السجن والمحضر، ويعني فضيحة كبيرة جدا بسبب علاقة جنسية محرمة على الديانة بتاعته، أيا كانت الديانة بتاعتكم أنتم. تمام. طب إيه كمان؟ قلت لكم الكارما أهي جت بعد كارت the world. الكارما هتيجي متسلسلة من طاقة كونية على الشخص ده، هتدمره دمار ما شافوش في حياته. اهو قلت لكم سبحان الله، بصوا كده اهو الفرحه بتاع العيل الصغير، بشاره ليكم بتاع الجيران واعتذر. بصوا قرار بدايه الكارما على الشخص ده الحبيب او الشريك، بطريقه انه كمان فيه كارما ماديه هتقع على دماغ الشخص ده بشكل مفاجئ.
حيوصل لكم الخبر ده، وحيوصل كمان أخبار عن الكارما دي بتاع الخيانة دي، اللي حيمسكونا متلبسين في خيانة مخلة للحياة زي ما يقولوا. والشخص ده حيكون ندمان جدا عليكم انتوا، لأن الشخص ده البعض منكم هنا خانكم، في طرف جاء عليك انت خانكم، سواء بعلمك أو من غير علمك، ربما في بعض منكم عارف البعض التاني مش عارف، لكن الحبيب هنا أو الشريك هنا خانكم مع طرف تالت، وزي ما عمل معكم انتم في الخيانة وكذا وكذا، الطرف التالت ده حيخونه هو كمان. مثلا انت متجوزة مع حد، أو حبيبة حد متجوز قبلك قبل ما يعرفك، في وسط العلاقة بتاعتك معاه اتعرف على حد، واحدة جديدة، الواحدة الجديدة دي عندها سلطة وهيبة، إنسانة قوية وإنسانة ما عندهاش خوف ربنا، ولا يعني بتعرف إيه معنى التسامح، وحتندموا على اليوم اللي خانها فيه، زي ما هو اتعامل معاكم، وحيفتكر الكلام ده والفعل ده انه في الماضي ما كانش متمسك بيكم انتم، خانكم مع طرف تالت، فحيعرف انه ساب يعني ساب الحاجات الكويسة فيكم والحاجات اللي كانت يعني في العلاقة بتاعتكم، وراح اختار حد تاني، والحد تاني هو اذاه جدا دلوقتي، هيأذيه اذية حياته، يا إما مسك عليه كمبيالات، مسك عليه صكوك، سك بريدي، سك بنكي، مسك عليه فلوس، ربما بالنفوذ بتاعها هترغمه على إنه يكتب لها شقة اسمها، أو يبعت لها في قيمة فلوس يعني قصاد الحاجة دي اللي هو خانها بيها، عشان تسامحه، مش عشان تسامحه وترجع له، لأ، عشان تنتقم منه بالشكل ده. والكمبيالات دي والأوراق دي اللي هتبعتها له أو هتمضي عليها، يا إما يدفع ثمنها يا إما السجن. بقول لكم الست دي شرانية جدا، وبعتها ربنا في طريقه عشان ينتقم لكم أنتم على اللي عملوا فيكم. قولوا أمين في التعليقات. أمين. نشوف إيه دلوقتي الكارما، وشفناها طاقته جت متكاملة، هل سيرجع معتذرا ويعمل خطوة بعد حصول الكارما دي؟ قلنا هتعرفوا هو بيفكر على انه يجي لكم، بس هل هيعمل خطوة ويرجع معتذرا؟ قلت لكم ندمان اهو، هو اصلا بدأ يراقبكم ويعرف انتوا بتعملوا ايه، يعني ويتحسس او يفكر هل انتم هتتقبلوا الرجوع ده اهو، هل هتتقبلوا لما يرجع، هل هترفضوه، هل هتقبلوه، ايه هتكون ردة فعلكم اهو، هيعمل خطوة لكن مش عارف هل هتقبلوا منه كاس الحب او ترفضوا انكم تبصوا له او تكلموه او تسامحوه، اهو قدامكم. طب هل رغم الشكوك اللي عنده دي هيعمل الخطوة دي؟ هيقرر انه يعمل الخطوة؟ هيكون متردد للأسف، هيكون دايما متردد في عمل الخطوة دي، قلت لكم اهو، رغم اني اخلطت الكروت. الشخص ده مش هيقدر يرجع، يعني للبعض منكم، لاننا احنا قلنا البعض منكم اللي يعني الكارما معظمها 80% هيكون فيه سجن وامور قضائية، فهو الأمور القضائية دي والسجن دي ده هو اللي هيمنعه على إنه يعمل خطوة، لكن هتقعدوا في دماغه وفي تخيلاته وفي تفكيره طول حياته حاجة بتدمره من جواه، يعني كل حياته مستقبلية هتكون دمار في دمار، ونفسيته زفت في زفت، هتسيبه أثر في حياته مش هينساه درس في حياته أكملها. تمام. طب ايه الابراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%،
60% و50%. 100% برج الأسد، برج الجوزاء، وبرج السرطان. 80% برج الدلو، برج الجوزاء، وبرج الثور. 60% برج الميزان، برج الحوت، وبرج القوس. أما المتبقية حمل وبرج العقرب وبرج الجدي 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير تعملوا لايك للحلقة، يعني قصاد التعب اللي احنا بنتعبه عشانكم في التسجيل. وكمان ما تنسوش إذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس. شكرا لوجودكم معانا ولدعمكم للقناة. نيجي دلوقتي نشوف أصحاب المجموعة الثانية اللي أول حرف من اسم الشريك أو الحبيب من الأحرف دي، أو اللي اختاروا الشمعة دي بتاعة الفرح. حطها هنا عشان تكون قدامكم. تمام. طاقة الشخص ده عاملة ازاي؟ اصلا بصوا الكروت متلخبطه لوحدها ومش عاوزه تتلخبط، فغالبا هو متوتر الشخص ده. قلت لكم سبحان الله بتكلم والكروت بتشهد على كلامي. الشخص ده متدمر دمار يعني مهول، دمار وغدر. ايه ده؟ بصوا الغدر. لا اصحاب القراءه النهارده المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه ابشروا، ابشري وابشري وابشري. زغرتي يا بيت، زغرتي يا بيت يا انشراح، زغرتي. طاقة الشخص ده جابت لنا يعني المستور والمستخبي كله. زي طاقة المجموعة الأولى، المجموعة الثانية جت في طاقة الحبيب هنا أو الشريك أو الزوج الظالم. الكارما بتاعته في نفس طاقته، دمار مهول. أصلا الشخص ده إذا ما قلناش في الوقت ده اللي بتشاهدوا فيه هذا الفيديو، عندكم أنتم أصلا معلومة إنه فيه مشاكل بمر بيها، يا إما هو مسجون يا إما هو هيتسجن، أو سمعتم على مشكلة قضائية هو فيها. لأن الشخص ده في شغله يا إما أقول لكم بيتعامل بحاجات غير قانونية، يا إما اختلس أموال، يا إما بيتعامل اختلس أموال، يا إما مضى على أوراق غير صحيح، يعني ما فيهاش صحة الإمضاء. مثلا يبيع، يدخل في مكيدة لبيع شقة، والشقة دي بيبيعها لعدة ناس ياخد منهم فلوس وبعدين يختفي. يا إما الشخص ده في شغله كان بيختلس أموال أو يمضي على أوراق من غير ما يعرف أهميتها، وانقلبت عليه القصة وأصبح دلوقتي في مشاكل، في صراع، يعني قصاد المشاكل دي. غالبا البعض منكم هنا الشخص ده بيشتغل معاكم، او فتحتوا مشروع مع بعض، او اديتوا له فلوس عشان يفتح مشروع، او اخذ فلوسكم بتاع الورث او حاجه زي كده. الحبيب هنا والشريك ده متدمر دمار هائل. اصلا الشخص ده اقول لكم عمل حادثه، او لما جاله الخبر انه هيتمسك او جاله محضر من قسم الشرطه للاستدعاء او حاجه زي كده، الشخص ده سيحاسب مرتين في الشركه اللي هو يشتغل بيها او في مع الضرائب او حاجه زي كده، وفي نفس الوقت سيحاسب من يعني من مكان تاني، اللي هو ان الشخص ده من كتر الصدمه اللي هتجيله على الخوف من المعلومة دي انه هيتمسك، انه هيتسكن، انه ممسوك عليه غلطة مع الحكومة في اختلاس في تزوير، يا اما سيصاب بجلطة دماغية، يا اما هيصاب بجلطة في القلب،
يا إما الشخص ده من كتر الصدمة هتجيله مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هيسدله شريان مهم في جسم الإنسان يوصل الدم للقلب، والشخص ده يبدأ يفقد الحركة أو يتشل نصف وشه من الصدمة، لأن الشخص ده بيعيش الموقف ده أو هيعيشه عن قريب. طاقته هنا قوية جدا، طاقته قوية جدا. الشخص ده المشكلة اللي هيقع فيها اتغدر من أقرب الناس ليه وعملوا له مكيدة ووقعوه، زي ما نشوف الراجل ده بتنسيه الست دي على إنها يعني تكلموا على السيف ده أو على المشكلة اللي ما بينهم، والتالت هنا عاوز يغدره، يغدر بيه، عاوز يفتح الصندوق ده ويشوف يعني يسرق له الحاجات. زي الست دي بصوا ماسكة السيف هنا وهو مديد له إيدها مش عارف إنها تتربص بيه. فالشخص ده سيطعن في ظهره بخيانة من أقرب الناس ليه، مش شرط يكون طرف ثالث أو طرف رابع، لأن هنا فيه قراءة عامة يا ناس، طاقة عظيمة وطاقة كبيرة، وناس كتيرة اتظلمت من الشريك أو من الزوج أو من الحبيب. فالناس اللي هيطعن منهم الشخص ده من أقرب الناس ليه، أقول لكم زوجة إذا كنت أنت زوجة تانية أو حبيبة زوجة، أخوه، أخته، عمه، خاله، حتى أمه. ربما هو إدى فلوس لأمه توفر له الفلوس دي، وأمه هتاخد الفلوس دي وتتصرف بيها، ومش هيلقى هو فلوس عشان يسد الديون بتاعه، ويقع في مشكلة كبيرة أكتر من المشاكل اللي هو فيها دلوقتي. هيحاول تصدي اللي هو بيمر به دلوقتي، لكن هيحس إنه مفتقد قوة وطاقة، ولازم له كل ده عشان يقدر يخرج من الورطة اللي هو فيها، ورطة كبيرة مش هيعرف يحدد أو يلقى الحل عشان يخرج منها. وغالبا الشخص ده يا إما أقول لكم واشم حاجة في إيده، في دراعه، في ظهره، أو عنده علامة غير طبيعية يعني عاملها هو، زي الوشم، زي الحنة، زي جرح قديم أو حاجة كده في جسمه. والشخص ده اللي عامل الوشم ده أو الرسمة دي هو مش عاملها عبثا، هو عاملها لأنه هو أصلا إنسان خبيث بيعمل أسحار قبول عشان الناس تقبل بيه يعني ويجيب مصلحته منهم. فطاقته هنا طاقة انفجار للكارما، تريد أن تصل لكم وتعرفوا هو بيحصل له إيه. الشخص ده لما عمل الأسحار الدليل أهو الجمجمة اللي هنا، شايفين الجمجمة؟ ويعني مخبيها في الرف بتاع المكتب بتاعه. وغالبا أقرب الناس ليه أنتم أو الناس اللي هم أقرب ليه عشان يتحكم فيهم، أهو صينية الأكل بتاع الذهب هنا، هو بياخد مصلحته منهم، يا إما سحر مأكول يا إما سحر مشروب أو حاجة زي كده. والشخص ده دلوقتي أدخل نفسه في دوامة مش قادر يخرج منها، لأن الشخص ده البعض منكم الحبيب أو الشريك يا إما هو كان يا إما أصبح مدمن على حاجة مش عارف. يعني أنتم كتير بتشاهدوا هذا الفيديو، فما يعني في اختلاف ما بين الحبايب بتوعكم، فكل واحد عنده إدمان خاص به هو. الشخص ده الإدمان اللي هو أدخل فيه نفسه أو كان فيه زمان هو الإدمان يا إما على الخمر، يا إما على السجاير، يا إما على تعاطي القهوة، تعاطي المخدرات. فهو حاليا ما بقتش الحاجات دي تلبي رغباته لمقاومة ما هو يمر به دلوقتي، ما بتلبيلوش الرغبات دي. شفتوا مثلا احنا لما الواحد يكون عنده صداع لوحدنا نروح للصيدلي، اديني برشام للصداع، هيديلك برشام النهاردة، بكرة، بعد بكرة، بعد اسبوع تستريحي،
بعد شهر يرجع لك الصداع، تروحي تجيبي نفس البرشام، من كتر ما دم الدم بتاعك هيتعود على الدواء ده خلاص ما يكونش عنده مفعول ليكي، فتروحي تدوري على برشام اكبر يعني اقوى منه عشان يوقف لك الصداع ده. فهو دلوقتي بيدور على اي حاجه يدمن عليها عشان يعني تقويه على مقاومه، اهو تقويه على مقاومته للمشاكل اللي جايه له او اللي هو فيها دلوقتي، لانه هنا متضرر بدنيا صحيا عمليا حتى بالفلوس، ومتضرر من اقرب الناس ليه، لدرجه انه هو دلوقتي شايف انه انهار كده مره واحده، انهيار كامل. شفته في التلفزيون لما بعض الاحيان بنشاهد عماره قديمه حطوا لها اسمها ايه دي، دي بومب يعني المفرقعات كده، بعدين لما تتفرقع تنزل كده كل الطبقات بتنزل مع بعض وينزل ويطلع الغبار ده. هو كده دلوقتي شايف حياته كلها بأكملها دمرت، دمار دمار، مش حاجة واحدة وخلاص وبعدين يقف على رجليه، لا دمار، ومش عارف ازاي يقاوم الدمار ده، وقاعد ندمان ومتحسر على اللي بيحصل له. المشكلة هنا انه الشخص ده الحبيب او الشريك ده التحسر بتاعه على اللي بيحصل له مش شايف انه هو اللي ظلم، لا شايف انه ابتلاء من عند ربنا. ودي غلطة ناس كتيرة، بتفكر انه اللي بيحصل لها ابتلاء، من مشاكل هي ابتلاء. تمام، استنوا شوف الاوراق دي احسن. قلت لكم زي الحزين، البدلة دي بيلبسوها المسيحيين لما يكون عندهم عزاء يعني ميت، فهو حزين على نفسه لكن شايفها زي ما لو كانت ابتلاء، متقبل الحاجة دي وشايف نفسه ابتلاء. وربما انتم شفتم في بتراقبوه على مواقع التواصل الاجتماعي انه الانسان ده بينزل منشورات دينية وإن ربنا تقبل الابتلاء يعني الكلام اللي بيتكلموا على الابتلاء والكلام ده، هو غير متنبه إن الحلقة دارت، أهي ذا ويل أوف فورتون، إن الدنيا دارت ولفت ولفت عليه ولف عليه ورجع له الظلم بتاعه ده، هيعرفه بعدين مش دلوقتي. هو عايش الكارما، لكن سبب الكارما أو معنى الكارما دي إيه هي؟ هو دلوقتي فاكرها ابتلاء، لكن هتنقلب الطاقة عن قريب، طاقة كل الأبراج أهي هتنقلب الطاقة دي كلها، وهتعرفه إن هو اللي أذى نفسه بإيده، زي ما نشوف الراجل ده بالسيف ده قاعد يترقب الوقت ده يصارع يعني السواد اللي في قلبه، الغراب الأسود، هيعرف إن هو كان له إيد في دمار حياته وإن كل اللي عمله انقلب عليه. تمام، هل هيعرف إنه اللي بيحصل له ده هو منكم أنتم بعد ما هتلف الدايرة وتدور عليه؟ أيوه، هيعرف إنه اللي بيحصل له ما هو إلا رجوع ظلمه ليكم عليه، وخاصة هيتحسر على الأسحاق. بصوا انتم حبيتوه بكل طيبة قلب وكل حاجة، وده هيتفطن له لكن متأخر، وغالبا الشخص ده هو دلوقتي بيراقبكم او بيعمل قراءات او بيعمل قراءات تارو او بيدخل على فيديوهات تارو زيكم كده عشان يعرف أسرار عنكم أو حلول للمشاكل بتاعه. فحيعرف هو ما كانش عنده مفهوم عن الكارما أو مفهوم رجوع الظلم على الظالم أو مفهوم قراءة توقعات التارو أو حاجة زي كده، لكن بعد بحث عميق أو هيصل إلى المعلومة اللي فاتته إنه الظلم أيا كان أي حاجة تعملها في حياتك ظلم أو حب هيرجع لك ويرجع لك بنفس القوة. عملت خيرا تجد، عملت شرا شرا تجد. ده اللي هيوصل له، انه هو ظلمكم
وما الكارما دي هي رد لظلمه عليكم انتم. تمام تمام طب هل اعتذر عن صراخ الجيران؟ انتوا عارفين ان الجيران ما يربوش عيالهم في الحاجات دي. هل الشخص ده هيعمل خطوة من ناحيتكم او يطلب منكم انكم تسامحوه؟ بصوا كارت القمر، السكس اوف كابس، قلتلكم اهو الشخص ده هيندم على كل اللي عمله ليكم لما يستيقظ من الغفوة اللي هو يعني كان عايش فيها، وكان فاكر انه اللي بيحصل له ابتلاء. هيفهم انه زي ما قلنا انه ظلمه ليكم هو اللي راجع عليه. وكمان الشخص ده عشان يعمل، هو بيتمنى انه يعمل خطوة من ناحيتكم، لكن هو الخطوة اللي هيعملها بطريقة غير ارادية، انه من كتر شدة التفكير في الظلم اللي ظلمكم بيه والكارما اللي هو فيها، هتوصل لكم طاقته كتخاطر تعرفكم بالاحساس اللي هو بيحسه دلوقتي، وانه عاوز او ناوي انه يعمل خطوة من ناحيتكم، لكن مقيد باللي هو حاصل له دلوقتي، او مقيد باثر الكارما اللي عليه دلوقتي. تمام تمام نشوف دلوقتي اهم الابراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100% 80% 60% و50%. 100% برج الجدي، برج الحمل، وبرج العقرب. 80% برج السرطان، برج الميزان، وبرج الجوزاء. 60% برج القوس، برج الدلو، وبرج الأسد. أما الأبراج المتبقية 50% برج العذراء، برج الثور، وبرج الحوت. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة تشجيعا لنا، واللي هو مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. دمتم في رعاية الله دمتم في رعاية الله وحفظه. نتمنى ان الكارما ان شاء الله ربنا يرجع لكم حقكم من اي ظالم، مش الا مع الشريك، وربنا يقدركم في فعل الخير وعلى انكم تستريحوا من جواكم. مع السلامه.